أنا اسمي شاهد الخوري، عندي 22 سنة، فنانة تشكيلية ومهتمة جداً بالفنون بشكل عام. أنا من القاهرة وشاركت في المعرض الدولي للسريالية مع المجموعة. كان الجزء الأولاني في وسط البلد وأتيلي القاهرة، ونقلنا بعدها إن احنا نشارك كلنا سوا بعمل جماعي في الفرنش انستيتيوت في اسكندرية. حقيقي مجموعة لطيفة جدا وكلهم متعاونين، والشغل الجماعي دايما بينتج أكتر وأفكار كتيرة وبنتشارك في كل حاجة. فدلوقتي احنا في سمبوزيوم الأقصر السريالي برضو مع المجموعة ومع مجموعة تانية مختلفة، وشغل تفاعلي وورش كتيرة مع الأطفال وشغل مسرحي وحاجات كتيرة لطيفة جدا، ورش خط، وبننتج كل يوم لوحات جماعية وفردية. ومبسوطة جدا جدا ان انا معاها مع المجموعة دي. حقيقي كلهم فنانين هايلين، عندهم افكار كتيرة مهمة وحقيقية، واتمنى دايما انه ننتج حاجات لطيفة تبسطنا كلنا.